واحصد فقط عقول. ويا مال ويا مال يا مال ويا مال ويا مال ويا مال ويا مال. ضليت يا صاحبي مثل المضيع هله، ضليت يا صاحبي مثل المضيع هله. منقبل على صحبتي، منقبل على صحبتي، لا مرحبا لا هلا. قل لي زماني، قل لي زماني، الردي الضيم تستاهله، الضيم تستاهله. شربت ربعي عسل وارتوى ومن منهلي، وارتوى من 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 منهلي. او يا مال او يا او يا مال او يا مال يا مالي يا مال. ما شفت راحة ابد، ما شفت راحة ابد من ناس لا من هلي. طعناتي 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 من دنيتي ترادفا من هلي، طعنات من دنيتي، طعنات من دنيتي ترادفا من هلي. واللي وهبت العمر شح وقطع من هله. او يا مال او يا مال او يا مالي او يا مال او يا مال يا مال يا مال يا مال. رجع هناك. أول واحد جيت أشوفه بالديرة هو أنت. أهلا أهلا ست أمالي. بعدك بعدك نفس ما أنت، ما متغير. أنت الوحيد اللي تفتح بابك لكل غريب. يجوز لي أنا اسمك غريب؟ أنا جيت أشكرك على اللي سويته وياي سابقاً، عمري كله ما راح أنسى أبد. أنت الوحيد اللي شنت نصيري وسط غابة كلها وحوش. اسمح لي أدخل؟ كون ألحق عليها، إن ما لحقت عليها يظل بخاطرها، عيوه تشيل علي. إلا لا، أنا معطية ألحق، ألحق لازم ألحق. أو هلا هلا وكل الهلا، او هلا بريم الفلا، او اموله يا ضو البيت، اموله وش علاها قصايبها ورا. ابي يسمعني يا حشي يقول علي سودنه. لحقي معطيه ومعطيه، شي لحق بي هاي، شي لحق قلبي معطيه. الا مو علمي، كل ثوب وكل غطا وكل شقف يجي يوم وينتهي وقت، ولون ينكتب كلمة بكتاب وتظل الذكرى، لون غيب بلا ذكرى. اللي يعرفه شي واحد بس، الإنسان يكتب قصته بخطوة جدامك، بخطوة جدامك هسه مو بمحله. رجعي رجعي، ما طول السالفة بأولها. احنا بدنيا غريب، دنيا لا اللي يجيها بايده ولا اللي يريد يطلع من عندها بايده. للاسف بعد ما اقدر ارجع. غريب صدقني، هم اللي اختاروني مو انا اللي اختاريت اصير هيك.
هم اللي اختاروك. حكايتك صح، بس انت ايش تختارين؟ انت وين راح تنكتبين بحروفهم وكلماتهم، ولا راح يكتبونك بكلماتهم وحروفهم؟ انت وين؟ ليش هالشكل يا استاذ صلاح؟ على اي اساس تسحب طلاب الصف السادس؟ استاذ ذولا شنو ذنبهم خطيه؟ ها؟ وراهم امتحان وزاري، وبعدين بقيه الطلاب يكفون ويوفون لحفل الاستقبال. اي صحيح بابا. بابا شنو؟ احنا وين قاعدين؟ العفو اقصد استاذ. بعدين تعالي قول لي، انت ايش عندك ظل هنا؟ قومي عيني، قومي ساعدي جماعتك، ما تشوفين الهوسه شلون صايره باب المدرسه؟ قومي. استاذ صلاح ارجوك استاذ صلاح، بالذات اليوم، اليوم حضورك مهم، وجودك كلش ضروري. طمئن راح اكون موجود. اكيد هي اكيد راح اكون موجود بالمكان اللي المفروض اكون به، الصف. ادري يا استاذ صلاح بس رجانا الله يخليك سطح، هاي الفكره شيلها من راسك وما اقبل باي تلميحات. بالنسبه لي الموضوع خبر، كان خبر ميت. ميت شنو؟ على اي اساس تقول ميت؟ ليش هي البنيه على منو جايه؟ على امي؟ استاذ سيارات وصلن. شنو؟ سياره ست عمالي وصلت. صدق تحكي؟ سيارات وصلت؟ وصلت وانا هنا صفت سوالف. أبو ساجدة. نعم أستاذ. البارد بارد. نعم أستاذ. أحشيته زين وزينة زينة زينة. أطمئن، البارد بارد وزينة زينة ومزرقشة ومعدل أستاذ. أحشيته يلا. وصلت وصلت أستاذ وصلت. يلا يا طلاب تقبل. يلا يا طلاب. مساء الخير. اهلا وسهلا ومرحبا، اشرقت وانورت. زارتنا البركة كل الهلا بيك. أنا زعلانة منك. آه ليش يا ستار؟ يعني أنا جاية أشوف المدرسة أحوالها أخبارها، أسأل عنكم شكو ماكو، مسوي لي كل هذا الاستقبال؟ لا واي أصلاً كلش قليل، وأي شيء قليل بحقك. عيوني أنتي، تفضلي عيوني تفضلي، كل الهلا يا مرحبا. انت جايه عندنا اليوم، اليوم فرحه كبيره، سعاده كبيره، قلبي قلبي قام يرفرف شلون حميمه. ودعت ست اماني، الفرحه عمت على كل مكان وبالذات هاي المدرسه. على ذكر هاي المدرسه، يعني الاخبار شنو؟ شكو ماكو؟ شنو الصاير ما صاير؟ ايش يصير؟ الصاير ما صاير. نفس الوضعية بل من سيء إلى أسوأ. ودعتك تصور الطلاب اللي عندنا دولة فلتات أكبادنا يقعدون يدرسون بالقاع والبرد دخل بعظمهم وعيونك. يعني معقولة هاي المدرسة اللي بيها مثل أستاذ طاهر ما بيها مساعدة؟ من يساعد منه بهالزمن؟ كل من شايل هم روحه. ودعتك انتي خو التربية جارة ايديها من ادنى وصايرة مثل الدولة، كرسي ينطح كرسي والفشخات على روسنا. يعني ماكو دعم؟ دعم؟ منين يجي الدعم؟ اصلا دولة اذا ارادوا يدعمونا يدعمونا بسيارة. اي والله. يا اهلا وسهلا ومرحبا زارتنا البركة.
دهار دهارك يا هالمدير، ما خلى لها سكه او هالتعرس المدرسه زرق ورق. منين لك فلوس يا مدحور؟ وانت تعاملني على الفلوس معامل، يعزل السوق وهو يعامل. بس انا شلون بيه؟ وين الحق اشوفنها؟ يا هل يعطيني درب اشوفنها؟ غيكون الحق غير. اقول لك خاله، ست امالي اجيت. هي اجت ودخلت المدرسه. شفتيها؟ هي خاله شفتها. ومعلمتنا ذكيه وعيد الساعه. اللي هو وين؟ قصدك هي بالاداره؟ لا، هو قصدي استاذ صلاح وين؟ ايش عندك ويا استاذ صلاح وتسال عليه؟ اللي مثلي ميتي عن الاصل. واصل الحكايه هو يا حكايه؟ حكايتها ويا القريه. ابو ساجده، انت تعرف وانا اعرف هي ليش جايه. ولايتكم موعودة بثار. هسه ارجع، ما نريد اي احد يتحرك. العفو استاذ، العفو استاذ، اخو ما احترقت. لا 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 تخبص روحك، ما صار شيء. زين خلنا نروح نجيب بصة حتى. لا لا، انا هسه اروح للبيت اغير هدومي، بس هالمرة جايك بارد، ايش عجب؟ المهم ابني، انت روح للبيت حتى ما حيقدر تنظف ملابسك. ماشي، بس قل له للمدير، قل له انا رايح للبيت اغير هدومي. صح صح، الله وياك، توصل بالسلامه. ما يفيد يا ستر. شنو ما يفيد؟ اذا ما شافته اليوم تشوفه باكر، واللي رايته لازم تسويه. استكانه الشاي ما راح تقطع الدرب عليها. مرحبا ست. شلونك ابو ساجده؟ الله يسلمك. ساجده شلون؟ الحمد لله. الله يخليك. الله يخليك. استاذ طاهر. نعم. انا حاضر لاي شيء تحتاجه المدرسه من الالف للياء. ادري بيك، والله ادري بيك. انت ام خير ام بركه، كلش خير وبركه ان شاء الله. واعرف كل الزين الخير اللي انت بيه ما تنسين بيه لا اهلك ولا اخوانك ولا اصدقائك. اي والله اصيله. خطيه، والله خطيه، يعني ما ادري ايش اقول لك. روح ابو ساجده، روح حضر الكيك والشاي. روح ابو ساجده. ابرك استاذ. نمرتني. لا ما يحتاج، لا تتعب نفسك، جزاكم الله الف خير. انا شبعانه والحمد لله والشكر. هذا المدير ايش قد لوقي؟ صديق كذي يقول لي جيب كيك وشربت. هو انا الكيك صار 20 سنة ما شايفه. ومن اقول له اعطيني كم فلس اجيب بصل امسح بيها الميز، يظل يصرخ بوجهي ويصيح منين اجيب؟ ابوك انهى بالناس. شلون يصير؟ شنو ما تحتاجين اكل؟ يا معوده هذا جزء من خيراتك يا عيني. اصلا احنا هاي المشتريات كلها جبناها من ورا النثريه مال المدرسه مال عام. تصوري نثرية مع السنة وضفنا عليها التبرعات مع الأساتذة بالشنو، بس كلها فدوة إليك، فدوة المدرسة واللي بيها فدوة إليك. عيوني أنت. يا مرة ست أمالي وين؟ ست أمالي موجودة جوا بالمدرسة. تا وين؟ وين موجودة؟ بالمدرسة جوا تابيتي. بالمدرسة؟ إيه. وانت صار الساعة الصيحين وخابصة الدنيا وبنصاية الجهال، وين سمعك غير الدشين جوا
وشوفي لنا شنو القضيه. يا خلينا ديش، ما حد يخلينا ديش. ليش ما يخلي المعلمين يستحون منك، وابو ساجده يخاف من لسانك هذا يلحلح. صدق عود؟ ايه. احنا سديش دشي. ها يا وين شنت؟ بدو اروح لك ابو غايب، وين شنت؟ غير تجيب لي الاول حتى تقول لي جاء الا عن طق حسي وطقت بلاعيمي. يلا جيت هسه انا دشن. دشي يلا. شد يا عمري كمان الوري. ها هسه ارتاح قلبي. ام الفضايح يم اصلي حكايه. ها معطيه ام الخدمه. باي امر عليك معلمي يمه. من فدوى اروح لهالحلق ان شاء الله اخدمك يوم عرسك يا بعد روحي. وكون اتمنى هسه انا عندي حيل بنيه حتى اهلهل وارقص للصبح جايه يهي. غير امالي امالي بنت الاصول بنت الخير يا بعد روحي. لا عاف حلقك معطيه. استاذ حليم، استاذ حليم قول ابو ساجده. سيد المدير رايدك. ما رخصتش معطيه. معوده معطيه 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 العالم قاعدين جوا. شنو صديق كذب معطيه؟ يعني معقوله هيك المره جايه من درب بعيد وانت سويتي هوسه؟ ما يصير هيك يا اخويا. شجاك؟ لا 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 شجاك. وقت الهوسه بعدين بعدين بعدين. مرحبا استاذ مالي. حياك الله حليم، شلونك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه. ويسلمك استاذ العبود. زيت علي؟ اي نعم استاذ حليم. بلا زحمه عليك، الطلاب رجعهم خلي يدخلون للصفوف. هاي اللي صوتها دا يلعلع برا يقولها شويه على كيفك، اكو ضيوف اعزاء جايين تعبانين ومن سفر طويل، ماكو داعي لكل هاي اللواقه، روح خل تسكت. صار صار، واحنا نعتذر نيابه عنهم. ولا يهمك. العفو، انا اسف ست امالي. يعني تدرين احيانا اكو بعض الاخطاء تصير غصبا ما علينا، مع العلم اني هاي المره يعني ما ادري شلون متحملها، ومبلغ حتى الاساتذه الزياره اليوم ممنوعه. ليش هيك معطيه؟ خليتني نحصل حكايه من المدير. زين ارتاحتي هسه؟ شو السالفه؟ شو القصه؟ شو مسويه انا؟ مره جايه خطار وجينا نسلم عليه. هذا الصوت ام عطيه؟ ايه ام عطيه، اصلا هاي المره دائما ام عطيه. هاي الانسانه كلش مشتاقه لها، مشتاقه هواي لسوالفها. اني اقدر اشوفها؟ ها اشوفها. ايه ايه شكو بيها؟ شوفيها انت تدللين. تسلمني ولا تعبك. لا تعبك راحه، تعبك راحه. منو؟ أم عطية هنا؟ يا أهلاً وسهلاً ومرحباً. ليش واقفة عيوني؟ تفضلي استريحي تفضلي. ها؟ ست أمالي تنتظرك تريد تشوفي. تعالي تعالي معطية، وين رايح؟ نسيت جدر الفوح على النار. الفوح؟ الفوح شنو يا معودة؟ التمن التمن عيوني التمن. هسه تشرحي لي الفوح والتمن؟ معقولة تظلين واقفة؟ والست المحترمة تنتظر الفضل يا عيني. الإدارة منا يا معطية. منا؟ منا، تفضلي عيوني انتي. شو السالفة؟ شو محترميني أكثر من اللازم؟ تفضلي، أهلاً وسهلاً، نحب نسمع صوتك الشجي، يعني الصوت الحلو الجميل، نحب نسمع التغريدات الجميلة من صوتك البلبلي. وأنا ممنونة وانا ممنون لبنونه، وانا ممنون لبنونه وبنونه حلوه عيونه. ومعلمتنا ذكيه وحيل تستاهل، معلمتنا ذكيه. ايش قلنا ايش قلنا ايش قلنا؟ شكرا. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يمه او معلمتنا جميله وحيل حبابه، معلمتنا ذكيه وحيل حبابه. لا 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 يمه، لا ما صدق عيوني، ما صدق. ست امالي جايتنا؟ لا ما صدق عيوني. ست امالي الحلوه الحبابه جايتنا. يا هلا وكثير الهلا. اي أيوة والله. يما وين النشامة؟ وينهم؟ وين النشامة؟ خلي تقول لي وانا ارقص فرحانة. الله الشاهد فرحانة بجيتك.
خاله بس اللي هقي لي فدوى القلب. وخر وخر وخر. خاله الرجال هذا شوية تعبان. دهر طرك، ايش قد شعره؟ يوم يوم لا يوم يوم نفس الريحة. لا خاله لا 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 سمعين هسه اقول لك بس بس اوقف التس. لا خاله سمعي انا جيت ولدك قلت لهم بس صحوا لي. سكتي خاله سكتي سيدي امالي سكرانه. لا لا احبها وياها. اسم الله يا ناس يا عالم اطلعوا ست امالي سكرانه وركم امالي الله نايمين على بعضكم. وخرج خاله فدوى القلب ابو سيدي ابو سيدي ثاني واحد من هاي وحدة أبو أطلعوا نايمين على بعضكم يا ناس يا عالم ست أمانة سكرانة خلاص طلعوا يا أهل الغيرة وينكم يا أهل الغيرة وينكم يا أبو عطية يا أبو خلك رص روحي إلا لا لا خاف أقرص روحي وفزن على فراقك إيه معطية شخبارك شحوالك قعدي ارتاحي احكي لي شكو ماكو ابنك عطيه شلونه؟ ايه وداع تزلاته هواي والفقر كل ما يكبر يكبر فقره وياه اساني لا جبت لهاي الدنيا عندي ولد والعده ولد على اساس ناقول لازم متعبك هوايه حشاش حشاش مثل الزمان اركض والعشا خباص لا ناصر ولا معين حتى ما اكل يسند قلبي بشويه حشيش ايه وين خذيتينا ما علينا علينا بيك يا بعد روح انت شلونك انت الخير والبركه اي والله شنو ليش بعدكم هنا يلا طلاب قصر مجاميع وكل واحد ياخذ مجموعه ونروح كل واحد على صفه يلا حبايبي بهدوء ندخل جوا نريد نترك انطباع حلو على الستة مالية حتى تقول عليكم خوش طلاب وحبابين زين بدا اسمع زين عافيه يلا يلا زهور يلا اصحاب واحد واحد يلا عليك واحد واحد شويه شويه عافيه عافيه يلا ادخل ادخل كل واحد على صفه استعجل استعجل يلا صفك صفك يلا حبيبي مريوم عافيه على السريع من ولد حباب يلا هو سعودي وكح هذا اقول لك عطيه هاي امك والله لوتيه سربتتنا وقفلت الباب وديحتنا بالشوارع جاي تشوف معاناته يا امي ويجيك واحد بطران يقول لك ليش تشرب عرق اقول لك بس طردتنا على طمع الحبيب انا سامع يتزوجها على طمع بس ما طردتنا على طمع هاي اول مره اسمع بيه اقول لك خاف تريد تاخذ الفلوس كلها شوف عطيه ايه ترى انا ما اسكت علي وعلى اعدائي زين لو لا اوه يا رحيم من هسه اقول لك ترى ما تتامن وانا ما لي علاقه بيها اقول الحبيب انا تعبت كلش ليش ما اروح يا ام فيضل نشرب لنا استكان شاي؟ انا هم اقول هيك، دي يلا يلا امشي فيضل شلونك؟ هلا حبوبي هلا عطيه اقول لك فضل ما شفت امه وين شو لا هنا ولا هبلت حبوبي اهل المنطقه كلها راحت يم المدرسه وامك راحت وياهم حتى هاي بسطيته بعد هنا شكو يم المدرسه يقولون ست امالي وصلت ست امالي اجت وامه راحت لها برجليها مو بس هي العالم كله هناك الحين عشت عمري كله احاول افتهم امه ما قدرت لحد هسه ما مفتهمه اخوي عقلك على قدك الله يساعدك دقعد دقعد هي اول وثاني تجي للقهوه وين تروح فاضل شاين شاين بروح ابوك استريحوا حبوبي وياك مايات فاضل ها استاذ صلاح راجع للمدرسه والله يا اخويا المدرسه صايره هوسه هم الواحد يدرس بيها قلت شويه تمشى على الشط بين ما صار الغدا الغدا جاهز اصب لك لا لا يلا اتغدى ويا الولد بين ما يجون من المدرسه وقلت فد مره اروح انا اشوف ان حامد الله وياك استاذ الله في امان الله
شفت؟ أنا غلطتك، لا تقول علي أنا أخسر، ماشي؟ الخسارة قدامك أكبر فوز أحلم بيه بحياتي. متأكد؟ كلش متأكد. عندي أفوز بيك أهم ما أفوز عليك. هذا الكلام منا طالع؟ من لبتي هنا. صلاح، تدري نوبات أحس إنه أنت تحبني أكثر ما حامد تحب شيء ما. يعني ومرات لا أقول حامد يحب شيء ما أكثر ما أنت تحبني. يعني أنا أتوقع حامد مثل النهر الجاري، وين ما يروح ينتهي بالجرف، والجرف هي شيء ما. يعني وين ما يروح منا منا لازم تحتضنه الجرف، وإذا غاب الجرف غاب حامد. يعني شيء ما إذا موجودة فحامد موجود، وإذا غابت شيء ما فحامد ما موجود. بس أنا أحب علاقته. بس أنت تحبني مو؟ أكثر منهم. شلون تثبت؟ جاري بنادم مثل الماء جاري ما يبقى على حال، بقى الحال من المحال. ذكرني بابك الله يرحمه. الله يرحمه. وفاة أمك الله يرحمها، كنا نقعد هنا أنا وياه نسولف، أخذ من خاطره وأواسيه، لأن كان يحبها لأمك هواي، يحبها أكثر من روحه. كان يلتفت علي ويسألني، يقول لي أبو حامد أنت تعرف شنو اللي خلاني ما أغيب عن هاي الدنيا؟ وشنو اللي خلاني أتنفس غصبا عني؟ صلاح، أنت كنت صغير يعني عمرك فت 5 سنين، ولو تدري منو اللي كان يذكرني بي؟ لا مو أنت، اللي كان يذكرني ابني حامد. يعني حامد حين عليه يغيب عن هاي الدنيا، تعرف ليش؟ لأن ما عنده صلاح ويحميه. أنت صغير وحميت أبوه، هو كان يظن هو اللي يحمي. حامد ما عنده صلاح ويحميه، مو بعيد يغيب عن وعيه، يغيب عن هاي الدنيا، مو بعيد. هسه هو وين؟ هسه ببيته بشيء ما. يما يما هاي يما، تعال شوفي تعال شوفي هذا الرجال جاي يسوي. هذا ابو كتاب يما، هذا هو ابو كتاب. اي هو هذا ابو كتاب، بس ايش عنده هنا يما؟ يمكن جاي يراقب صلاح. الله ساتر، الشاي قام يفور. يلا جيبي جيبي. يلا يما يلا. هاي
لاني كل اللي بقى من شيء ما لا تعوفين داريهن، لان ما عنده صلاح ويحميه. انت صغير وحميت ابوه، وهو كان يظن هو اللي يحميه. لان الشتلات ان الوحيدات اللي راح ينقذنك. ما تتصورين ايش قد فرحانين بيك. اي والله. مرحبا سيد. شلونك؟ شلونك؟ نورتينا، اهلا وسهلا بيك. شكرا. لن ست، اهلا وسهلا. لن ست. استاذ العم طالب بالصفوف. بارك الله بيك، انا افتخر بيك ابو رباط. العفو الست امالي، الطلب الان بانتظارك على احر من الجمر. أم عطية، عيون أم عطية، أريدك اليوم تمرين علي العصر. وين تريديني أمر لك يا بعد؟ كلها لي للقصر، محتاجتكم وياي بشغلات هواية، واني وحدي ما أقدر أشتغل. كل إحنا بخدمتك. إي والله، واني واثقة من هذا الموضوع. بس الصدق الصدق أنا خايفة. خايفة؟ إي والله. من شنو؟ من عطية. هذا ابني عطية، عدة دقايق هواي، وخاف لا يفشلني وياك. سوالفه غبرة. إذا على عطية فطمن يا أم عطية، خلي علي. يلا أستاذ. تفضلي. قل أستاذ طاهر. نعم. شو المعلمين ماكو بالمدرسة؟ وين راحوا؟ عندهم شغل ثاني؟ العفو ست أمالي، بعض المعلمين يعني يروحون لبيوتهم يرتاحون، العصر ينزلون للقرية، اللي يشتغل له شغلة، اللي يقعد بالقهوة، وبعض المعلمين يرجعون للمدرسة على مود يعطون دروس إضافية للطلاب. طيب خلينا نشوف المدرسة. فضلي. بينت الحسبة، سمعتها علي من تسأل؟ معلوم تسأل عليهم، لأن هي عشرة عمر هي وياهم. ها وين رايح؟ الحسبة مكان ثاني معود. يا عم جلوس. أيتها الأستاذة الفاضلة، يا من كنت لنا قبل أن تكوني لطلبتنا، يا من علمتينا كيف نعلم، وألهمتينا من خبرتك العظيمة كيف نكون آباء وأخوة وقدوة، فحللت أهلا ونزلت سهلا. شكرا أستاذ ماجد، ما قصرت. كان استحيتي، خل اروح اقول للعمي ابو ساجده يذب غراضها بالشارع. الحقوا اهل الخيمه، تعالوا وينكم؟ خال الله يخليك يا خال، خلي يشوفون بعينهم. ولك عطيه احكي، رحيم احكي، تعالوا. اقول لك هاي مو امك؟ اي بس ايش بيها تركب؟ عطيه عطيه عطيه، ولك عطيه الحق لي من المحير السالفه، ولك ولك تعال لي، ولك اقول لك هاي مو امك؟ يمه الحق لي وشكري. شكو شكو ايش بيه؟ شنو منو لحقك؟ وسويتك مشكله واحد ولا ستك دورات غير؟ الحق لي الحق لي، روح سد الباب لا تخليهم يدخلون. هو من اللي يدخل؟ من يدخل؟ الشرطه؟
عطية. يا أم عطية. رحيم ابقى أنا يا أمي. أجت أجت أجت. أجت أم صخمة يا أجت أجت أجت. وأنا راح أحكي لكم كل شيء ودعت أبو شكرية كل شيء. كل شيء راح أحكي لكم. أستاذ طاهر. نعم. اليوم أريدك تمر علي المغرب بالقصر. حتى نقعد نسولف نشوف شو نحتاج ما نحتاج نقدر نقدمها للمدرسة للمعلمين للقرية. العصر الظهر بأي وقت تحبين أنا حاضر لأن كل شوفتك هي عبارة عن خير وبركة. إي والله مشكور. يلا أنا أترخص. وين ست أمالي طلع منا ظاهرة نسيتي لو إحنا دوخناش فعلا لأن إحنا وضعنا يدوخ. إي والله دوخ. أستاذ طاهر. نعم. مو أنا اللي دوخ. غيري دوخ. مشكور. أهلا سهلا. بس هذا بس تبع شكري. بس إيه بس يعني معقولة كل هذا اللي صار ورجعتي؟ إيه تغرقت أنا على بيباتي شو سوي تغر الناس في فلوسها. إيه بس لو أنا منكم كان أصلاً زكت هناك. هناك هناك يا قشمرين علي أنا بنت أبو الزوري. أنا قشمر علي مو شكرية. أنا ما قشمر عليكم عمي. الخبر أصلاً بعد التازة وإذا تريد روح روح. يلا أبويا يلا مشونا. ما تريد بيضات؟ ما أريد بيضاتك. امشوا تازة يلا. تازة ترى زينات. يلا مشونا. وين اللي روحها صافية ويسمع أرواحكم وش جاي تقول؟ الحسبة صدق صدق واحد يحب الثاني. من أقبل على صحبتي لا
زماني قال لي زمان الردي الضيم تستاهله الضيم تستاهله شربت ربعي عسل وارتوى ومن منهلي وارتوى ومن من من منهلي ويا مال ويا ويا مال ويا مال يا مالي يا مال ما شفت راحة أبد ما شفت راحة أبد من ناس لا من هلي معناتي 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 من دنيتي ترادفا من هلي معناتي من دنيتي معناتي من دنيتي ترادفا من هلي واللي وهبت العمر شح وقطع من هله ويا مال